السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم بحول الله، كيف تشوفي معي يا سيدتي؟ موعدنا مع وصفة كيك سهل وبسيط في المتناول، اقتصادي رائع منظرا ومذاقا. المذاق تاعو روعة، ما نعاودلكش. إذا كنتو باقي ما تابونيتوش في القناة، ابونا وشغلوا الجرس باش توصلوا بوصفات مجرد ما نزلها في القناة. هذه هي الوجبة باش تابوناو. ما غاديش نطول عليك سيداتي. إذا بغيتي تشوفي الوصفة وتشوفي الكيك كيف جا، غادي تبقاي معايا إن شاء الله إلى آخر الفيديو، ندوزو نشوفو المقادير الخاصة بهذا الكيك. سبق لي وعدتك بها في الوقت اللي درت معاك وصفة البات دو فروي اللي درناها بدون فروي. تشوفي معايا قسمتها معاك هذه شي يومين، وكان بقاو لينا فيها لي شوت حيت قطعناها بالمرشم، وقلت لك ان هاد لي شوت راه ما ترميهمش، راه انت يمكن لينا نوظفوهم في وصفات كيف الكيك. هاد اللي هي كالتالي، هنا عندي 280 غرام تاع طحين تاع الحلويات. السيدة اللي بغات تعبر بالكاس عبرت جوج كيسان اونص. هنا عندي 80 غرام تاع زيت المائدة، ما يقارب نصف كأس. هنا عندي 140 غرام تاع السكر. هنا عندي كاس تاع عصير البرتقال اللي غنخليه باش نسقي بها الكيكه. هنا عندي الكميه اللي بقات لي من بات دو فروي. هنا 4 البيضات، هنا واحد الياغورت طبيعي، هنا قشره تاع البرتقال اللي برتقاله وحده حكيتها، هنا معلقه كبيره تاع مربى البرتقال، هنا الملحه، هنا جوج بكيات الخميره من فئه 8 غرام لكل وحده. تنفصلوا بياض البيض عن الصفار كما تشوفي معايا سيداتي، كل واحد في انيه، ثم تنزيدوا الملحه لتساعدنا باش نهرسوا بروتينات البيض. تنبداو نضربوا الاول بشويه حتى تطلع لنا ديك الكسكوشه الاولى، ثم تنبداو نزيدو شويه بشويه السكر، وحنا تنزيدو في السرعه تاع الضراب بحيث غادي نحصلو في الاخير على مورانغ كيف تشوفي معايا، تضاعف الحجم تاعها كثير. وحنا تنزيدو شويه بشويه السكر، وضروري ما تكون لينا هاد المورانغ مع الفوي، ما يسمى بفم العصفور. ثم عاد غنبداو نزيدو اصفر البيض بيضه بيضه، وحنا تنضرب من بعد تنزيدو الياغورت في خطره. السر تاع النجاح تاع الكيكه هو التضراب تاع البيض اللي تنديرو في الاول. نجيو في خطره تنضربوه غير شويه،
12 نبغي غادي نطيح لينا نهائيا. تنزيدوا الزيت في خطره، تنزيدوا مربى البرتقال، وتنزيدوا قشور تاع البرتقال لي زيست تاع البرتقال. ضربوا شويه، ناخذوا واحد الاناء فيه غربال تنغربلو فيه الطحين. ضروري من هذه الخطوات، لان يعني كل ما الطحين تغربل كل ما دخل ليه الهواء كل ما كانت الكيكه مهويه عندنا مزيان. نزيدوا الخميره، نغربلو الكل. شي الخميره سنبداو نزيدو الطحين على الخليط وحنا تنحركو شويه بشويه. كنديرو دائما هاد الحركات الدائريه، تنهبطو حتى للقاع تاع الاناء وتنطلعو من الفوق من التحت للفوق باش ميطيحش لينا البيض. انا هنا عندي مول اللي فرشتو بورق طبخ احتياطيا باش ما يلصقش لي. القطر تاعو هنايا فيه 20 والعلو 10. غندير الكيكه تاعتي هنا، غادي ندير النص فرشو منقربوهاش للجناب حيت فيها السكر غتذوب باش متلصقش لينا. نفرشو النص تاع الخليط، نطلقوه مزيان ونديرو لاباط دو فروي تاعنا. تيمكن لكم اي نوع تاع لاباط دو فروي او اي نسمة طيبتو توظفوها في هذا النوع تاع الكيك، تجي غزالة بالالوان. غادي نحطك سيداتي كيكة اللي دايرها بالباط دو فروي بالالوان تجي غزالة. من بعد تنحط الكيكه تاعتي غير بشويه ولا تنغطي، ناخذ وقتنا. هذا المول فرشت ليه ورق الطبخ ودهنت ليه الجناب بالزيت ورصيتهم بالطحين.
تندفعوا شويه الخليط هكا للجنان غير شويه باش نتفاداو ما امكن داك التحدب اللي تيتكون لينا في الوسط هنايا ملي تنديروا الكيك يطيب في هذا النوع تاع ليمون. تنسخنوا الفران على 180، تيسخن لينا مزيان على 180، ندخلوا الكيك تاعنا يطيب، نهبطوا الحراره ل 170 ونخليه تيطيب. تنعرفوا الكيك طاب لينا في الوقت اللي تندخلوا فيه السكين وتيخرج لينا ناشف. من بعد ما طيب لينا الكيكه تنحيدوها وهي سخونه، تنحطوها على واحد الشبكه كي بحال تشوفي معايا سيداتي، تنثقبوها مزيان بواحد العويد بحال هكا، ونسقيوها ب البرتقال، عصير البرتقال. عصير البرتقال تيكون بارد بحرارة المطبخ وهي تتكون سخون. هنا عندي مربى البرتقال اللي غنزينها به. بعد ما تبرد سيدتي الكيكة زينيها حسب الذوق. انا هنا غنكتفي بشوية تاع المربى البرتقال اللي زدت فيه واحد جوج معلقات كبار، زدت فيهم واحد معلقة تاع الماء ودفيتهم. غادي ندهنهم عليها. دهنوها مزيان من الجناب. وانا خديت شويه تاع اللوز رقائق اللي حمرته شويه وغادي نزينها. تبقى زين سيداتي حسب الذوق. ويمكن لينا باش نديرو التذكير نزينوها بهاد القليبات نتاع لاباط دو فروي اللي تشاركنا جميع في وصفة سابقة، واللي غتلقاي سيداتي الوصفة تاعتهم في صندوق الوصف. كانت هذه سيداتي هي وصفة كيكة البرتقال اللي شاركنا جميع اليوم، واللي كنت وعدتك بها باش ندخلو فيها لي شي تاع لاباط دو فروي اللي بقات لينا من وصفة سابقة، واللي الوصفة تاع هاد لاباط دو فروي غتلقايها في صندوق الوصف. غادي نقطع نشوفو كيفاش جاتنا من الداخل. شوفي معايا سيداتي تجي غزالة من الداخل تتشهي عالية. شوفي معايا لاباط دو فروي تجي غزالة فيها، هي هادي تتبان لينا هنايا. والكيكة تجي بنينة، مذاق البرتقال غزال فيها. إلى عجبتك سيدتي الوصفة جربيها وردي عليا في تعليق خاص بالوصفة. ما تنسيش بحال ديما عملي لايك للوصفة، بارتاجي الوصفة مع أصدقاء تاعك في قنوات التواصل الاجتماعي. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.